ذكرت لكم الأعمش وما كان منه في حق أبي حنيفة. الأعمش رضوان الله عليه يروي، هو الحين راوي، يقول: ذكر إبراهيم النخعي، من سادات أهل الكوفة هذا، ذكر إبراهيم النخعي رضوان الله تعالى عليه عند الشعبي، عامر بن شرحيل الشعبي إمام أهل الكوفة أيضا ومن ساداتهم ونبلائهم، فقال: ذاك الأعور. قال: هذا الأعور الذي يستفتي بالليل ويجلس يفتي الناس بالنهار. قال: واحد جاهل أصلا هذا، ومدعي ليس عنده علم حقيقي، في الليل يأتي العلماء الكبار يستفتيهم، ما القول في هذه؟ ما القول في هذه؟ ما القول في هذه؟ ثم في النهار يلعب دور ماذا؟ المفتي الإمام الكبير. إبراهيم كان هكذا؟ مستحيل. إبراهيم من شيوخ الأئمة والعلماء الكبار، صاحب تصاون وديانة وعلم وسيع وعقل موفور رضوان الله عليه. قال: ذاك الأعور يستفتي بالليل ويجلس يحدث الناس، يفتي الناس بالنهار، يفتي الناس بالنهار. فبلغت إبراهيم النخعي فقال الشعبي: كذاب، لم يسمع حرفا من مسروق ابن الأجدع الهمداني أبي عائشة. قال: كذاب، كل حديث سمعتموه من الشعبي ينميه إلى مسروق أنه سمعه من مسروق فهو كذب. عجيب، تكذب إماما؟ إيه، ثم هو كذبني أيضا وأطعن فيه وفي صدقيتي. ابن عبد البر لم يرضى لا قول هذا ولا قول هذا، وقال الإمام إيه الشعبي إمام من أمة الإسلام، جليل في العلم والعمل والدين، معروف، ومثله لا ينزل عنه، لا يقل عن إبراهيم النخعي. ولكن يقول ابن عبد البر: كأن الله كافأ الشعبي. طبعا طعن إبراهيم النخعي في الشعبي أوجع من طعن الشعبي في إبراهيم، يعني طعن الشعبي في إبراهيم أنه يتعلم، لسه ما زال يتعلم، ما في مشكلة يا أخي، كل عالم يتعلم، وأقول رب زدني علما، يعني هذا أخذناها من غير تعصب، يعني شهادة حتى إيه، لكن هو لم يرد أن تكون شهادة، أرى أن تكون طعنا، لذلك قال: ذاك الأعور يسبه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم، هنا ظلم الإمام الشعبي، ظلم نفسه. أن تلقب أخاك العالم الجليل بالأعور لا يجوز هذا في دين الله، لكن هكذا نفوس بشر، أو لا تتخيلهم أنبياء ورسلا أبدا، حتى نتواضع أمام إيه الحقيقة أيها الإخوة. طيب، لكن ماذا يقول عبد البر؟ قال: كأن الله عز وجل كافأ الشعبي بقوله في الحارث، الحارث الأعور الهمداني أيضا، أحد تلاميذ الإمام علي عليه السلام، من أخص تلاميذه، وكان يحرص على إظهار حبه البالغ للإمام علي واستنانه بطريقته. قال الشعبي: قال في الحارث الأعور، قال: حدثني الحارث وهو أحد الكذابين. قال ابن عبد البر: ولم يبن من الحارث كذب، وهذا هو الصحيح على فكرة. للأسف الآن القول المشهور لدينا نحن أهل السنة والجماعة أن الحارث هذا يعني لا يؤخذ به، مجروح، غير صحيح. الحارث ثقة ثقة، وقد ألف بعض العلماء العصريين رسالة يدفع بها عن جناب الحارث رضوان الله عليه، رجل تقي، عالم جليل، ذنبه أنه كان من شيعة علي مثلا، هذا ليس ذنبا يا أخي، لماذا يطعن؟ الشعبي طعنه، يقال إن أول من طعنه الشعبي. قال: حدثني الحارث وهو أحد الكذابين. قال أبو عمر بن عبد البر: ولم يبن من الحارث كذب. الرجل كان محبا لعلي، يغالي في حبه، لم يكن كذابا، لماذا تكذبه؟ تنسبه إلى الكذب، لا يجوز. فجازاه الله وكافأه بمثل بمثل ذنبه. بعث عليه من؟ إبراهيم النخعي شيخ أهل الكوفة، يقول: الشعبي كذاب، الشعبي كذاب، في روايته عن مسروق ابن الأجدع. هكذا هؤلاء العلماء أيها الإخوة يختلفون أحيانا، كان هذا الاختلاف والخلاف لا يحملهم على أن يتنابذوا ولا أن ينبز بعضهم بعضا بلقب لا يحبه ولا يرتضي، لا، كانوا أفضل من ذلك، كالذي يحكى عن خلاف الإمام أحمد رضوان الله عليه مع علي بن المديني شيخ البخاري، من أجل شيوخ البخاري ومن أعظم علماء الدراية، وهو عالم رواية له كتب كثيرة جدا، لم يصل منها إلا الأقل أيها الإخوة في الدراية، علم المصطلح، إمام موعب، علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، اختلف في الشهادة، اختلف في الشهادة، فتعالت أصواتهما، يقول الراوي: حتى خشينا أن يقع بينهما جفاء، تصير جفوة، يعني يتصارمان، خشينا أن يتصارما،
يتقاطع يتدابر أن تقع بينهما إيه؟ جفوة. قال فلما إيه؟ انقضى الحديث أو المباحثة تقدم أحمد فأخذ بركاب دابة علي بن المديني تواضعا له. هذا إمام جليل كذا بالعكس، أنا أخدم أعتابك يعني، أخذ بركاب دابته. لكن ما هي مسألة الشهادة التي اختلف فيها الإمام أحمد والإمام ابن المديني؟ علمان من أعلام المسلمين، عظيمان مشهوران جدا. مسألة الشهادة هي هل يشهد لأحد من أهل بدر أو لأهل بدر عموما بأنهم في الجنة؟ هل يشهد لأهل بيعة الرضوان بأنهم في الجنة؟ طبعا لو سألت الآن طويل بن عمي يقول لك نعم، وصح في الصحابة عندك وعند أصحاب الصحاح، عند علي ابن المديني لم يصح حديث عن رسول الله في أن أهل بدر من أهل الجنة، وأن الله قال وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم إلى غيره. هذا لم يصح عند من؟ عند علي ابن المديني، ولا حرف منه، ولا صح حرف أيها الإخوة في أن أهل بيعة الرضوان في الجنة، وأنه لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر الجد ابن قيس. هذا عند أحمد صح، عند ابن المديني لم يصح لا هذا ولا هذا. وعلى فكرة ابن المديني ليس شيخا من شيوخ الرافضة يعني الشيعة أيها الإخوة، هو شيخ من شيوخ السنة وهو أستاذ أحمد، قال لك هذا لم يصح عندي، صح عندك خذ به، أنا لا يصح عندي هذا، ولذلك لا أشهد يقول ابن المديني لأحد من أهل بدر، يعني لا أقطع على غيبه أنه في الجنة. إن شاء الله في النهاية كل موحد هو في الجنة، لكن بسبق حساب وعذاب أو بغير سبق هذا لا يعلمه إلا الله، يقول إيه هذا معنى ما قالت ابن المديني. واحد يقول لي غريب جدا، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أحمد وابن المديني. نعم نعم، بين شيخ البخاري يعني وبين أحمد، لا زال العلماء يختلفون، لكن الجهل هو الذي ضيق إيه الأعطان ونطاق التسامح. تطرح المسائل أنها قطعيات، مسائل قطعية نهائية كأنه نزل بها جبريل يعني أمامهم، لذلك يوالون ويعادون ويتباغضون على أساسها. خطأ، خطأ كبير جدا يا إخواني. هذا أذكرني بكلمة ذكرها البربهاري، هذا من عيون المتعصبة، ينسب نفسه إلى السلف ومذهب السلف على طريقته هو في فهم مذهب السلف. انظروا عنده كتاب اسمه شرح السنة، فيه طمات ومصائب، طبعا هذا يغضب إخواننا السلفيين اليوم، يجن جنونهم، هذا الكتاب عندهم من أحسن الكتب، لا 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 لا، لو كان كله حسنا حاشا هذه الجملة فهي مصيبة المصائب، هذه داهية ما لها من واهية. يقول البربهاري كأنه يتكلم بلسان نبي لا بلسان عالم، كأنه نبي أو فوق نبي، يقول من أخذ بكتابي هذا كله لم يرد حرفا منه ولم يشك في حرف منه ولم يشك في حرف منه ولم يتوقف، ممنوع تتوقف يتردد إنه أفكر ما أفكرش، هذا الكلام صحيح غير صحيح، يمثل مذهب أهل السنة لا يمثل، قال لك ممنوع تأخذ دون شك أو تتوقف، يعني أقل من عبد أنت أمام هذا الكتاب، خلاص تسلم رأسك وقلبك إليه من غير ما تحقق ولا تبصر. قال فهو من أهل السنة والجماعة كامل في التسنن، هذا السني المضبوط. يا عيني شو المنطق العجيب هذا يا أخي، أنا بالنسبة لي وبين قوسين أنا أقول لكم أقول لك عدنان يسب، لا أسب، أنا أحلل، لست رجلا أبله ولا أحمق، أنا أحلل وأفهم وأحترم عقلي وأحترم عقل إخواني ومن يستمع إلي ويشاهدني. أنا أقول لكم هذا سيكولوجيا شخص غير طبيعي، عالم يتحدث والله هي مين على منبر رسول الله، ما هو بطبيعي، ما في عالم طبيعي يقول كلام هذا، من أنت يا أخي؟ أنت محمد بن عبد الله نفسه؟ كيف تجعل فهمك للدين والنصوص المختلفة الأمة اختلفت فيها الفهم الأوحد الأقطع الأقصى والنهائي؟ ممنوع أن تتردد، ممنوع أن تشك، ممنوع أن تتوقف، تقول والله أبحث المسألة، ممنوع، هي مع التوقف، ومع التوقف تقول تكافأت عندي الأدلة، هذا الشيخ أتى بأشياء تتكافأ قوة مع أشياء لدي، فسأبحث، توقفت يعني الآن أو ممكن أبقى متوقف، أنا أقول لا أدري لا أقطع، ممنوع